للحديث الآن عن مشروع عمان تحت المجهر، تنضم إلينا ميساء الهوتي صاحبة فكرة هذا المشروع. أهلا وسهلا يا ميساء، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا ميساء. يعني اليوم ما شاء الله تشهد سلطنة عمان فرحة كبيرة ما شاء الله بمناسبة العيد الوطني 51، ودنا أنك توصفي لنا الفرحة عندك في عمان. طبعا قبل كل شيء عمان بألف خير يطيب لي في هذه المناسبة التي تمثل يوم عظيم لتاريخ عريق، أن أتقدم بأحر التهاني وتبركات إلى الشعب العماني وإلى سلطان البلاد المفدى هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. آمين يا رب. ودنا ميساء يعني مع المشاهدين تطلعينا عن يعني سر مشروع عمان تحت المجهر، كيف جتك هذه الفكرة وشلون ممكن يتم العمل عليه أيضا؟ طبعا مشروع عمان تحت المجهر هو أماكن لم تكتشف بعد في سلطنة عمان، وهي النسخة الثالثة من مشروع عمان تحت المجهر. كان هاجسي في منذ 2014، وهو اللي قادني لفكرة عمان تحت المجهر. لما كنت أسافر خارج السلطنة وأشوف أماكن جميلة ومميزة، كنت أقول للحاضرين هناك يعني في بلادي سلطنة عمان أماكن أحلى وأجمل وأكثر تفردا. وبعدها فريق عمان تحت المجهر يعني يقوم إن شاء الله في هذه النسخة على مدى عام كامل بتصوير فيلم وسلسلة وثائقية عن السلطنة تحت عنوان شواطئ عمان، بالتعاون مع قنوات عالمية معروفة وبدعم سخي من الجهات الحكومية المعنية والشركات غير ربحية الراعية للمشروع. يعني في هذا المشروع إن شاء الله راح يكون توثيق 12 وجهة بيئية سياحية وأماكن متنوعة في السلطنة. أكيد، شكرا جزيلا لك ميساء على تواجدك معنا وتوضيحك لنا فكرة هذا المشروع عمان تحت المجهر. نتمنى لك التوفيق، وبإذن الله نتمنى لكم أيضا أهلنا في عمان دوام الرخاء والازدهار.